الطلاق الشفوي هو الطلاق اللي بيحصل لما زوج بيرمي على مراته يمين الطلاق بدون توثيق رسمي. ودار الإفتاء بتستقبل حوالي 4800 حالة فتوى شهرياً متعلقة بالطلاق الشفوي، وده معناه إن ضحايا الطلاق الشفوي بيوصل عددهم لحوالي 60,000 ضحية كل سنة. هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أوصت بسرعة توثيق الطلاق الشفوي حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها. في ديسمبر 2020 تم توقيع أول قسيمة جواز اتفق فيها الزوجين على شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي، والمأذون وقتها وثق عقد الجواز وما اعترضتش عليه أي جهة. أصوات كتير اعتبرت الاعتراف بالعقد ده وثيقة رسمية بتأكد شرعية عدم وقوع الطلاق الشفوي، لكن لحد دلوقتي قضية الطلاق الشفوي معلقة ما بين الاعتراف وعدم الاعتراف. المشكلة في الطلاق الشفوي إنه بيضيع حقوق الزوجة وكمان بيضيع حقوق أولادها، لأنها بتبقى معلقة، لا هي متجوزة ولا عارفة تثبت إنها مطلقة، لا هي على ذمة راجل ولا من حقها ترتبط براجل تاني، ولو قررت تاخد موقف وما ترجعلوش من حقه يطلبها كمان في بيت الطاعة. هو تم الطلاق الشفوي قاعدين في البيت، طلعني انت طالق، انت طالق بالثلاثه، وطالق طالق طالق وطالق بالثلاثه بالصيغتين، تمام. خرج ساب البيت قعد سنه. طيب بدانا اننا نتكلم ونحل وحلول وديه، تعالى طب نشوف الوضع بتاعنا ايه. فوجئت في 2018 لفندي بيرفع عليا انذار طاعه ودعوه طاعه ان انت زوجه. انت معلقه لحد دلوقتي معكيش ورقه؟ انا النهارده اتطلقت طلقه واحده رجعيه، ومن حقه يرجعني زي ما هو عايز لمده 3 شهور. ده دلوقتي. طب وانت الحل بحالتك دي ايه؟ بيقولوا لك الحل ايه لما بتستشيره؟ ان هو يوافق يطلقك يا اما انت تخلعيه؟ انكر واجيه انكر ده المحكمه. لا انا ما جيتش. طب انت ليه ما فكرتيش تخلعي؟ انا بقول لك انت كده، انا عارفه ان ليكي حقوق ماديه وليكي بس. طب انا علشان انا عارفه ان انت من كلامك انت مرتاحه ماديا الحمد لله، تقدري انك انت النهارده مش تجبرني ان انا اخلعك. انت طلقتني، انا خدت واخده الموضوع انه حقك ولازم تاخديه. انت صممت على كده، انت طلقتني مش انا اللي اخلعك. انا ما خلعت، انا مطلقه اصلا منك وصممت على كده. فوجئت ان المحكمه حكمت عليا بالطاعه درجتين، درجه اولى ودرجه ثانيه، وبعد كده الاستاذ رفع عليا نشوز اللي هو طليق شرعا، وخد حكم نشوز انك ناشز بعد ما سلمت نفسي مرتين. يعني لما لقيت ان رفع دعوه نشوز حبيت ان انا احسمها قانونا. الحل ايه؟ سلمي نفسي قانونا في الاسم. عملت كده حضرتك، بعت له انذار وسلمت نفسي قانونا مرتين. ليه بيعمل ايه ما بتعملي كده؟ رفض استلام. طب انت عايز ايه؟ عايز انشزك. هو عايز يعمل لك مشاكل ويخليكي معلقة، ان انت ناشز وان انت مالكيش اي حقوق، ان هو يطلقك. وفعلا اول ما خد حكم النشوز في 20/9 طلقني 17/10. فالنهارده طب انا فين حقوقي يا حريتي؟ انا انت باي حق وباي شرع وباي دين ان انت تطلقني قدام دار الافتاء المصريه وتقر بانتهاء العده؟ يعني انت اصلا انتهاء العده ان انت مش من حقك ترجعني الا عند مأذون بعقد جديد. ده السؤال اللي كنت اساله لك. الطلقه اللي انت طالقه منه دلوقتي او الورقه الطلاق اللي معاكي دلوقتي، لو عايز يردك يردك بمأذون، لازم بمأذونه يعني برايه هو مش انا، بس بمأذون ان هو يردني برايه بمأذون ورقه يبعتها لك. خلاص انا رديتك. وانت قاعده على اعصابك الثلاث شهور دول ان هو ممكن يرجع في كلامه في اي وقت حضرتك؟ ده الاكتر من كده. الاستاذ بقى اللي انا حصل لي في السبع سنين دول رفع عليا كميه قضايا وسرقني في 200,000 جنيه. اقول لحضرتك على حاجه، هو بيشتغل ايه؟ محامي لعبته. الاستاذ عمل ايه؟ طلع لي تمكين، هو عنده شقه تمليك اللي انا قاعده فيها، قال لي انا ابيعها وانت قاعده فيها وسهله قوي. بس ما ينفعش المشتري يستلمها طالما دي انت حاضنه ودي شقتك وانت قاعده فيها. عملت تمكين بسرعه عند المحامي العام قبل عقد البيع، لان هو لو كان عقد البيع الاول كان انا كنت طلعت بره. عملت تمكين، بس التمكين بالمشاركه لانه الزوج، انت ما معكيش ما يثبت ان هو ليس زوج قانونا. شرعا يعني بالبلدي من حقه يفتح الباب ويخش يقعد معاكي في البيت عادي ويعملي اللي تعمليه، ويبات كمان وانت ما بتقدريش تعملي اي حاجه، مفيش بيدك اي حاجه تعمليها. رمى عليا يمين طلاق مره وقت عصبيه، طلعوا كفاره مش عارف ايه كده، تمام. بعد كده بقى لما قررت خلاص ان انا لا انا مش هكمل ولازم امشي، طبعا بيحاول لا ارجعي طب نتصالح. لما انت بتقولي لا طب انت طالب، اللي هو بقى نظام ايه؟ طب خدي فوق دماغك بقى.
يعني كل ما تقولي له كده حاجه يقوم قايل لك انت طالق. طب انت طالق، اللي هو اللي وصلت قلت له ما انا طالق من زمان، طالق طالق خلاص يعني، ما انا عارفه ان انا طالق يعني. طب ما سالتوش حد رجل دين او حاجه يقول لكم هل الطلاقات اللي عملها على بطل دي تحسب؟ انا خلاص خدت خطوه اني مش هكمل في الحياه دي. يعني كنت مشيت اصلا من البيت وسبت البيت وخدت بنتي ومشيت. فهو كان مشيتي بعد 3 سنين؟ بعد خمس. انا اتجوزت 5 سنين. 5 سنين. بنتك جت امتى؟ انا 2019. بنتك جت بعد الجواز قد ايه؟ بعد 5 شهور حملت فيها. في الاول ما كانتش الدنيا بالسوق ده؟ لا، كان بيشتغل بيسافر، فما كانش باين لي قوي يعني، بيجي كده اوقات بسيطه. فانت الحياه ماشيه تمام، وفي نفس الوقت انا كنت عايزه حياتي تمشي، مش عايزه ابقى ان انا مش بتجوز عشان اتطلق يعني. بس بعد كده لما كل محاوله بقى، طب ارجعي، طب نعمل نتصالح، طب انا خلاص انت وصلت المرحله ما فيهاش ان انا اغفر يعني. طب انت طالق، طب انت طالق، طب انت طالق، كان في مين طلاق قبل يعني اكتر من مره. فخلاص طبعا عشان تثبتي طلاقك صعب، ما عمره ما هيجي يقول انا طلقت. هو ما اعترفش ان هو طلقك؟ لا، هو بيقول لك وقت عصبيه. هي في مره قدام بابايا، ومره المحامي بتاعي كان قدام المحامي، فدولت معروفين. ومره في الاول دي قال ان هو عملها. ف احنا رايحين 3 4 5 مرات كده طلاق، وبرده لحد اللحظه دي ما اثبتش الطلاق؟ ما ثبتهوش طبعا، عمره ما هيعمل كده. عايزه بقى تتطلقي اتنزلي بقى. في رجاله بتلعب وبتتسلى، كلمه انت طالق لبانه في بقهم، الصبح يطلق وبالليل يقول لها انت مراتي، وايه اللي يثبت ان انا مطلقك وهطلقك لما مزاجي يجيلي، ويفضل يتلاعب بمصير واحده امنته على نفسها، والمفروض انها كانت من اقرب الناس ليه. من حوالي 7 سنين ابتدت اللي هي طلقني طلقني طلقني، وجت فعلا اول طلقه. يعني انت هتستريحي لما طلقك؟ هستريح. قلت لها انت طالق. سكتت، اخذت بعضها وطلعت للجاره اللي فوق، خبطت عليها مرات شيخ عندنا، قالت لها الوضع كذا 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 كذا، وحصل ان هو عمل كده. قالت لها اقعدي في بيتك وما تطلعيش. احترمت جدا ان هي عملت كده، انها فعلا ما خرجتش من البيت، ده اول مره. للأسف المشوار ده اتكرر تاني مرة تاني، وجت برضو عملتها وقالت لي احنا لازم نروح دار إفتاء ونسأل ونعمل عملتها زي ما حضرتك اللي بتطلق يعني. هي لما قالت لك طلقني ليه؟ قلت لها على طول، ما قلتش ست متعصبة بتتدلع على جوزها طب طلقني طلقني طلقني، ده كل ما هي ما انا قلت لك اهو، هي جت قالت لي ايه طلقني طلقني، ما بس مش نفس اليوم طلقني 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 طلقني، يعني متعاقبة كده ورا بعضها. في تانية في تالتة على مثلا فترات بقى اسبوع 10 ايام شهر 2 3 مكرر طلقني طلقني طلقني. انت فيكي حاجة مش مظبوطة؟ طب تاني طلقة ايه اللي حصل فيها؟ لا تاني طلقه انا مش متذكر. زن برضه او كده على الطلاق؟ ما كانتش زن، لا بس كانت سبب تاني او اهانه او حاجه زي كده مثلا، يعني لو راجل طلقني او حاجه كده اهوت. او الاخيره بقى اللي حصل فيها الطلاق دي، صح؟ ما طلقتهاش بقى الاخيره، انا ما طلقتهاش. هو مش موافق يتمم الطلاق رسمي. اولا عند ان انت لا، انا لو طلقتك هتروحي تتجوزي، ما انت صغيره وكده. حاجة تانية إن هو مش عايز يديني حقوقي، لا أنا مش هديكي أي حاجة خالص. أنا بطبيعة الحال لا، أنا عايزة حقوقي، أنا ما عشتش معاك 15 سنة واتنزلت وتعشت مع راجل كبير في السن وصبرت وكنت بصبر على الإساءات اللفظية والجسدية وإن أنت تضربني وتشتمني وكده وفي الآخر ما أخدش حاجة. دلوقتي في الفترة الحالية أنا أعتبر في نظر الشرع مطلقة، لكن في نظر القانون لا، أنا على ذمته، أنا متجوزاه. هو منفصل عني، قاعد بقاله 3 سنين وأنا قاعدة هنا. أنا بطبيعة الحال مش قادرة أثبت إن أنا متطلقة منه، لأن أنا لو مثلا أثبتت ده ممكن أخد معاش، ممكن أساعد ولادي، ممكن إن أنا أساعد نفسي. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.